السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل حلى الكاسات بالشوكولاتة والكريمة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 20 قطعة بسكت، وممكن تضيفون أكثر إذا تحبون البسكت العادي، وممكن تستعملون البسكت بالشوكولاتة أو بالكاكاو، يعني حسب البسكت المتوفر عندكم عادي ماكو مشكلة. درجته بهذا الخلاط، وممكن تضربوه ضرب، يعني تخلوه بكيس وتضربوه بالشيبق او بالهاون حسب المتوفر عندكم، ممكن يعني مو الا بهذا الخلاط. وضفت له 3 ملعقة اكل زبد. هنا انا ضفت جزء لان عندي بعد بسكت تكملة البسكت بعدين هم راح اجرشه، وكله راح يصير عندي ناعم، وتركته على جهة. وهنا بديت احضر الطبقة الثانية يعني من بعد البسكت. عندي هنا 100 غرام شوكولاتة بيضة، خليتها بكاسة وخليتها بالميكرو، تركتها إلى أن يذوب لمدة دقيقة واحدة بس، يعني ديروا بالكم لأنه يحترق إذا عالي، وممكن تذوبوه بحمام مائي يعني ماكو مشكلة. وهنا عندي نص كوب كريمة سائلة، ممكن تستعملون الجيمر إذا ما عندكم كريمة سائلة. خلطتها هاي الكريمة وما انتظرت الى ان سخنت، لان انا ما راح اضيف الليمون راح تسخن، فهنا بس خفقتها شوية. وهنا ضفت لها نص كوب حليب محلى مكثف، وبقيت اخلط بهذا الخلاط بهالصورة الى ان كمل عندي النص كوب، خلصته يعني نص قوطية تقريبا صار. بقيت اخلطها خلط جيد مرة ثانية، وتكون عندي شوكولاتة البيضة شوية صارت لينة يعني ذابت شوية. ومن بعد هذا الخفق راح اضيف هاي الشوكولاتة بهالصورة، شوف شلون صارت لينة، راح اضيفها واخلطها ويا خليط الكريمة والحليب المحلى المكثف بهالصورة. هنا بدأت تسخن عندي، بس راح تسخن اكثر من اضيف لها الليمون، عصير الليمون. ممكن تضيفون عصير ليمون او تضيفون عصير برتقال حسب رغبتكم، بس حتى اكسر الحلى الموجود بهاي الخلطة ضفت لها عصير ليمون، وينطيها طعم طيب وايضا يعطيها نكهة طيبة يعني الليمون. هنا خلطتها مثل ما تشوفون خلط جيد وسخنت الكريمة عندي. هنا فرشت جزء من البسكت المطحون وجزء من الكريمة اللي خفقناها، شوف شلون صارت خليط الكريمة، وتركته على جهة الى ان يبرد. وهنا عندي كاسة ثانية ايضا نفس الطريقة، فرشت بسكت وفرشت عليها جزء من خليط الكريمة. وهاي الكاسات كلها انا راح اخليها، صار عندي 5 كاسات راح اخليها بالثلاجة الى ان تتماسك، وبعدين اذوب الشوكولاتة واصبها عليها. هنا شوف شلون صارت، هنا احاول اوزع الكريمة بالتساوي على الكاسة. هنا عندي وحدة ثالثة مثل ما تشوفون، تركت الكاسات بالثلاجة وتأكدت انه تماسكت. بديت احضر القناش. عندي نص كوب كريمة سائلة، وضفت له 100 غرام شوكولاتة بالحليب او اي شوكولاتة متوفرة عندكم. مجرد سخنة الكريمة ضفت لها الشوكولاتة وخلطتها بهالصورة. وهنا راح اشيلها من النار واتركها وقت قصير الى ان شوية تبرد، يعني تروح منها الحرارة القوية. فثخنت، شوفوا شلون صارت بهالصورة ثخينة من بعد ما بردت شوية. وصبيتها على الطبقة الثانية، يعني صار عندي طبقة ثالثة، وراح ازينها اي فواكه تحبون تزينوها، ممكن
انا زينتها بالفراولة والبلوبر، وهذا شكلها النهائي من بعد ما كملتها. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو وتنشروه بين اصدقائكم على الفيسبوك، وتشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.